تعال نشوف أيضا وجع آخر، ولكن في المعتقلات، الأفاضل في المعتقلات، محمد علي محمد حمد 45 عام من دسوق كفر الشيخ، مدرس ابتدائي عنده 4 أطفال، تم اختطافه واعتقاله من مقر عمله يوم 2 نوفمبر الماضي. يعني احنا بنتكلم في حاجات كده طازجة، يعني الاعتقالات الحاجة الوحيدة اللي هي زي ما دايما بعيد وازيد، اللي هي شغالة في بر مصر بكفاءة عالية جدا. يعني لو المحليات شغالة بجودة الكفاءات بتاعت الاعتقال وجوازية الاعتقالات، كان مش ممكن تحدث حوادث كثيرة قوي في مصر. منذ 2 نوفمبر وبقاله 10 ايام مختفي قسريا، طبعا بعتوا تلغرافات ومحاضر ولم يظهر حتى هذه اللحظة المدرس الخلوق المحترم ابن دسوق محمد علي محمد حمد. يشرفني يكون معي عبر هاتف زوجته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين يعني نعرف ونفهم يعني يعني ماذا حدث وكيف حدث. والله يا فندم، هو زي حضرتك ما قلت كده، يوم 2 نوفمبر يوم الخميس الساعة 10:30 صباحا جاني تليفون ان زوجي تم القبض عليه من قبل قوات الامن. اقتحموا المدرسة وقفلوا البوابة. وصلنا خبر برضه ان هم قالوا قبل ما يجوا يقفلوا البوابة. يعني كان في سابق انذار وفي تنسيق مع حد داخل المدرسة ان هم جايين. وفعلا بالفعل تم دخل المدرسة. الأستاذ محمد كان موجود في مكتب المدير مع المدير ومع مجموعة من الزملاء، أخذوه من قلب المكتب. إلى الآن يعني ما نعرفش مكانه فين. وعملنا تلغرافات وبعت للنائب العام، وزير الداخلية، مجلس الوزراء، حقوق الإنسان، المحامي العام. عملت امبارح محضر في النيابة في دسوق بالواقعة دي. لحد دلوقتي ما نعرفش مكانه فين ولا أحواله إيه ولا ظروفه إيه. طبعا ماشي بلبس خفيف جدا، زيادة على كده إن هو مريض ضغط عالي، ما أخدش العلاج بتاعه. طبعا أخايف عليه جدا موضوع الضغط وموضوع المرض بتاعه ده، وربنا سبحانه وتعالى يحفظه، هو في رعاية الله وهو في معية الله، نستودع الله سبحانه وتعالى. سؤالي التقليدي لحضرتك، ويعني دايما في هذه الحالات بسأل السؤال دوت، هل هو ارتكب يعني مخالفة معينة، عليه مشكلة معينة اللي تخلي النهاردة النظام يتتبعه ويتم اختطافه بهذه الصورة؟ يعني سبحان الله، مشكلته الوحيدة ان هو انسان خلوق جدا، مؤدب، محترم، صاحب الفجر، لا يفوت صلاة الفجر ابدا. طبعا ده لا يرضي يعني بعض الناس في حارتنا وفي شارعنا وبلدنا. صاحب فرسان المنابر، كان طلع في قناة الحافظ في برنامج فرسان المنابر وطلع بالمركز الأول، حافظا للقرآن كاملا، ومعه إجازة من إمام المسجد النبوي بالمدينة المنورة. له فضل بعد الله سبحانه وتعالى على تحفيظ يعني أبناء القرية القرآن الكريم، وكل البلد تحبه وكل البلد تعرفه وتعرف فضله وأخلاقه وأدبه وعلمه. يعني أضيف لحضرتك إن هو مدرس لغة عربية، مؤلف في كل قواعد اللغة العربية أغاني لأولاده ولأطفاله، كان على وشك إن هو يسجلها في الشهر العقاري وعرضها على الموجه العام بتاعه. طيب يا اختي الفاضله، طمنيني على اطفال الاربعه عاملين ايه بعد يعني غياب الوالد بهذه الصوره المفاجئه واختطافه. والله حالتهم يعني انا احاول ان انا يعني اثبتهم واحاول ان انا اطمنهم، لكن طبعا يعني هم في حاله مزريه جدا وخايفين على والدهم جدا. بيسالوا هو فين، طب عايزين نشوفه، طب عايزين نطمن عليه، طب نعرف مكانه، طب يا ترى بابا دلوقتي لابس ايه، طب بردان، طب جعان، طب ظروفه ايه. يعني 4 اولادي. ربنا كبير، ربنا كبير يا اختي الفاضله، ربنا كبير وربنا يعينك عليهم. واتابع معاكي مره اخرى زوجة المدرس الخلوق المحترم حافظ القران الكريم الاستاذ محمد علي محمد حمد ابن دسوق 45 سنه، واللي تم اختطافه يوم 2 نوفمبر 2017. ومعاكي